ضيفنا الان الزميل العزيز محمد الباز محلل الارقام. كلمنا بقى عن ارقام ماتش اليوم بين الاهلي وفاركو. مساء الخير يا محمد، نورنا. مساء الخير يا كابتن ايمن، مساء الخير على الكباتن. مبروك للاهلي طبعا، ثلاث نقاط مهمين جدا. حضرتك قلت 9 مباريات على التوالي فوز، بس انا في 9 مباريات ده كابتن ايمن يعني اسمح لي هنقف عند كم نقطه. ماشي. اول حاجه ان في 9 مباريات دول الاهلي فاز فيهم في 5 مباريات منهم بنتيجه 2-1. 2-1 اتكررت معانا 5 مرات من ال9 مباريات الاخيره. فاركو رايح جاي طبعا 2-1 زي ما احنا عارفين. مباراه الاسماعيلي خلصت 2-1، البلديه 2-1، والداخليه 2-1. مظبوط. فال5 مباريات 2-1 هنا، على الرغم ان الاهلي في ال9 لقاءات يا كابتن الفوز المتتالي احرز 20 هدف. يعني المعدل التهديفي عالي جدا، استقبل 6 اهداف، وده انا متكلم عليهم في 5 مباريات 2-1. في 3 كلين شيت في ال9 مباريات دول، هنطلع مباراة الزمالك منهم، اذا مباراتين فعليتين فيهم كلين شيت. وده طبعا اللي احنا بنتكلم عليه. الاهلي معدل تهديفي عالي، وصل النهارده للهدف 44، اقوى خط هجوم. يعني بالمناسبه البنك الاهلي وصل 44 على الرغم ان هو ال 14 على الترتيب الدوري، ولكن طبعا كمعدل تهديفي هو عالي، وكمان عالي البنك جداً. الاهلي، ولكن دايما بنقول الاهلي اقوى خط هجوم، لان هو بنحسبها على بالمعدل التهديفي على المتوسط مباريات، على عدد المباريات. بالتالي الاهلي 2.2 كافضل معدل تهديفي، حتى افضل من بيراميدز لما كنا متساويين معاهم. البيراميدز 1.7 يعني حتى الان. ده بشكل عام ملخص الارقام في اخر 9 مباريات. ارقام الاهلي وفاركو النهارده غير ارقام الاهلي وفاركو المباراه السابقه، شكل مختلف تماما، لان الاهلي النهارده يعني كان كسبان الاستحواذ بشكل كبير جدا. يعني تخطينا طبعا ال 60% استحواذ، وهنعرض الارقام ونحللها مع بعض يا كابتن ايمن، وهنقف عند بعض النقاط اللي قد تكون ايجابيه. خاصه ان الاهلي النهارده من ناحيه الضغط العالي الشرس والمزدوج كان بيفوق الفاركو بشكل كبير جدا. بس اعتقد فاركو ارقامه اتغيرت الشوط الثاني شويه، الشوط الثاني يعني معدل الاستحواذ، ولكن ما كانش، كان في فجوه، ما كانش عالي قوي. اتغيرت لان هم بدا يكون عندهم شكل مزبوط. ببعض التمريرات و2 أو 3 هجمات مرتده مزبوط. سببت شكل خطور، صنع فرص النهارده، وده الرقم اللي كنا بنتكلم مع حضرتك قبل المباراه، ان فاركو من افضل الفرق اللي بتصنع فرص. وعندهم اكس جي كان المفروض يبقى عالي وهنستعرضه. ولكن خلينا نخش الاول يا كابتن في ارقام مباراه النهارده. انتهت ب 2-1 الاستحواذ الاهلي 59%، فاركو انتهى ب 41%. وده اللي حضرتك بتقوله، ده الشوط الثاني رفع الاستحواذ عند فاركو، لان الشوط الاول كان انتهى 63 طبعا مقابل 34. ركنيات 3 الاهلي مقابل 2، وده المباراه الثالثه على التوالي المعدل الركنيات عند النادي الاهلي يكون قليل عن المعتاد. الاهلي بيصل ل 7 أو 8 ركنيات يا كابتن اسامه في المباراه الواحده، النهارده 3 ركنيات فقط. المحاولات والتسديدات على المرمى الاهلي 14 تسديده، منهم 4 على الثلاث خشبات بدقه 29%، اما فاركو في 9 تسديدات منهم 4 على الثلاث خشبات بدقه 44%. الفرص النهارده 6 فرص لفاركو، ده بشكل عام. الفرص الكبيره المحققه منهم هي واحده فقط اللي شفناها، اللي كانت جنب القائم، كانت فرصه خطيره، كانت تسديده يعني شكلت خطوره على نادي، على مرمى النادي الاهلي. دي اللي في نهايه الشوط الاول؟ في نهايه الشوط الاول بالظبط. بالنسبه للنادي الاهلي طبعا بشكل عام وصلنا ل 12 فرصه، ال 12 فرصه دول يا كابتن شريف منهم الاختراقات من ال5 ممرات. يعني احنا النهارده، انا برضو دي نقطه غريبه بالنسبه لنا، ان النادي الاهلي هذه المباراه والمباراه السابقه يا كابتن ايمن كان دايما الاختراقات من الجانب الايمن، حتى الهاف سبيس اللي هو الجانب الايمن الداخلي كان اكتر عدد الـ يعني بنتكلم في 13 من ناحيه اليمين و11 من الجانب الايمن الداخلي، يعني بنتكلم في 24 هجمه او اختراق للنادي الاهلي من ناحيه اليمين. وليه؟ الماتش السابق امام فاركو كان نفس الكلام، على الرغم من نقطه ضعف فاركو هي ناحيه الشمال عند الباك اليمين، الناحيه العكسيه. فبالتالي الاختراقات من ناحيه الشمال كان عند النادي الاهلي 9، على الرغم اللي شفنا يعني في تناغم وهارموني ما بين كريم وما بين حسين الشحات، والكم حسين النهارده دخل في العمق كذا مره وعمل كذا باصه، فوصلوا ل 18 من ناحيه الشمال، 9 من ناحيه الشمال او الجانب الايسر، والجانب الايسر الداخلي كان فيه 9 هجمات
من كاختراقات عكس الناحيه اليمين اللي كان بيشغلها خالد وطاهر. بالظبط، على الرغم ان خالد وطاهر شفنا ميس باس كتير جدا في هذه في الجهه في ناحيه اليمين، ولكن كان عدد الهجمات كبير، عمل رقم كبير، ولكن قد يبدو ان هو سلبي رقم كبير. وكان كنا نامل ان الاختراقات يكون افضل من ناحيه الشمال، وده لتحليلنا ارقام فاركو والخصم كان عندهم مشكله في المساحات وبتضربوا يعني كاد الراجل بيتقدم كتير ما بيعملش التغطيه العكسيه، فبالتالي كان في فدي الارقام بتقول لنا الاختراقات كان شكلها عامل ازاي للنادي الاهلي في الخمس ممرات النهارده. بالتالي شفنا الفرص ديت، الفرص كتيره، ولكن الايجابيه منهم او الكبيره المحققه للنادي الاهلي في اتنين، الاثنين دول ما كانوش فرص يعني، كان فيهم بعض الحاجات هنعرضهم. كان في الكره الخطيره اللي شفناها طبعا لوسام، وكان من البدايه تحرك وسام وان هو ياخد الكره والدبل باسس اللي شفناها النهارده، كان الكره اللي جت في العرض. نكمل نرجع للتمريرات بالنسبه للنادي الاهلي النهارده كالعاده، يعني الاهلي بيفوق ال 500 تمريره صحيحه، وعلى العكس فاركو الاكس جي طبعا الاهلي قد يتخطى الهدفين. نادي فاركو كان يصل لهدف يعني، وده اللي حصل. التمريرات الصحيحه الاهلي النهارده 431 تمريره صحيحه من اجمالي 511 بدقه 84%. وهنحلل مع بعض التمريرات كانت فين بالظبط من في الثلث الهجومي علشان نعرف الخطوره من التمريرات والتمريرات الكاسره للخطوط بالنسبه للاهلي كان شكلها عامل ازاي النهارده. فاركو 264 تمريره صحيحه فقط بدقه 76%، وده اللي متعودين عليه من فاركو، على العكس المباراه السابقه امام النادي الاهلي تخطوا ال 350 تمريره صحيحه يا كابتن. التمريرات الطوليه النهارده 39، التمريرات الطوليه لفاركو في المباراه السابقه كانت 50. الدقة النهاردة ما كانتش عالية يعني 31%. النادي الأهلي النهاردة ما عملش التمريرات الطولية اللي احنا معتادين عليها النادي الأهلي، لأن كان النهاردة الاختراقات كانت كور على الأرض يعني مش كور طولية، هي واحدة بس تشبها شفناها كده وهنستعرضها مع بعض اللي اتعملت من حسين الشحات لوسام. لمسات داخل منطقة الجزاء، النادي الأهلي النهاردة جوه منطقة الجزاء عند فاركو لمس الكرة 25 مرة، ده شفناه شكل خطورة. نادي فاركو هو 5 مرات فقط في طوال المباراة. تمريرات بقى في الثلث الأخير، النادي الأهلي النهارده عمل 100 تمريرة صحيحة من 146 إجمالي بدقة طبعا 68%، ده في الثلث الأخير، وشرحنا الهجمات والاختراقات كانت ازاي من أنهي ممرات بالظبط. نادي فاركو عمل تمريرات في الثلث الأخير النهارده 91 تمريرة منهم بس 49 بشكل صحيح بدقة 54%. ده يعني تحليل التمريرات بشكل عام كانت خطورتها فين، وخاصة في التلت الأخير عند الفرقتين. نكمل عشان نشوف العرضيات النهاردة، الأهلي عمل 21 عرضية، يعني طاهر النهاردة عمل عرضيتين كان بشكل صحيح، وكان يعني كان ممكن يشكلوا خطورة ولكن ما استغلنهمش. بشكل عام 7 بس بشكل صحيح بدقة 33%. فاركو عمل 8 كروسات في المباراة ما فيهمش إلا واحدة بس بشكل صحيح بدقة 13%. خسارة الكرة بقى واسترجاع الكرة، كنا بنتكلم مع حضرتك يا كابتن ان فاركو من افضل الفرق في هذه الناحية، في ناحية ان هو بيخسر الكرة كتير وبسرعة، ولكن بيعملوا البول ريكفري بشكل سريع. يعني متقاربين نادي الاهلي النهارده طبعا هم خسروا الكرة بشكل اكبر 53 مرة او خسروا الاستحواذ فيهم، والنادي الاهلي 38 مرة. الكسب الكرة واسترجاع الكرة النادي الاهلي 108 مرة، وعمل ريكفري النهارده للكرة ب 52 مرة. الناحية التانية فاركو متقارب مع النادي الاهلي في البول ريكفري، وده اللي بنقوله، هم بيسترجعوا الكرة بسرعة ولكن بيخسروها بشكل سريع جدا. الاعتراضات 8 بلوك للنادي الاهلي النهارده، الانترسبشن عملوا ابعاد للكرة النادي الاهلي 12 مرة، فاركو 10 مرات ابعاد للكرة عمل اعتراضات 7. كسب الثنائيات النهارده وفي الالتحامات الثنائية كان التفوق فعلا للنادي الاهلي بدقه 54%، يعني 34 من اجمالي 63. يعني كسب الثنائيات ده برده مهم جدا، بالارقام الاخيره دي يا كابتن بتورينا الشكل الدفاعي كان عامل ازاي عند الفرقتين، زي ما شفنا الشكل الهجومي والاختراقات من ممرات كانت عامله ازاي. ده بشكل عام مباراه اليوم ارقامها والناحيه الفنيه. رجل المباراه حسين الشحات، استعرض ارقامه سريعا مع بعض. النهارده حسين يعني احرز هدفين، لعب 93 دقيقة طبعا 3 دقايق اللي كانوا اللي اتغير هو في الوقت الإضافي، هدفين، لمس الكرة 65 مرة، تمريرات النهاردة يعني 46 منهم 38 بشكل صحيح بدقة 83%، ده بالنسبة للتمريرات. عمل طبعا وهل دي الأرقام اللي هي أعلى أرقام في الملعب؟ لا طبعا، لأن أعلى أرقام من ناحية جبين. الأهداف والتمريرات والتأثير هو حسين الشحات. كتأثير إن هو طبعا
في تمريرات مفتاحيه، في ان هو احرز هدفين، في ان هو عمل اكتر من لمسه كانت خطيره. يعني هو عنده كام لونج بول عمله النهارده وكورتين على الارض، ده بالباص شكله خطوره، ده سبب في ان هو طبعا يكون يعني رجل المباراه. ولكن لو بنتكلم بقى في التمريرات المفتاحيه اثنين، وده عمل عرضيات النهارده اربعه يا كابتن، عمل كروس النهارده اربعه منهم واحده تم استخدامها بشكل صحيح. في كسب الثنائيات النهارده حسين لا كان ليه دور، يعني عمل التحم في 8 مرات كسب منهم 5، وده رقم كويس جدا. خلي بالك الصدفه نفسها في ماتش فاركو اللي فات برده، كان اللي احرز الهدفين لاعب واحد امام عاشور، مظبوط، هو اللي خد رجل المباراه برده، مظبوط صح؟ بالظبط، هو خد رجل المباراه النهارده. على فكره يعني وصل تقييم لحسين لتسعه، 9 من 10، وده رقم عالي جدا في التقييمات لحسين شحات. عايز اقول لحضرتك افضل اثنين بعده في لاعبين النهارده في الارقام اكرم توفيق ووسام. وسام تحركاته النهارده وان هو نزل بس في الشوط الاول، أيوة مني يعني متكلم بصراحه، عمل اسيست وكره في اللي هي في العارضه والتحم في كام كره، خليته النهارده من افضل الارقام. اخر حاجه بس في الارقام ديت هنشوفها رد الملعب في صورتين، ان الاهلي في الحالات النهارده الشكل الضغط العالي الشرس كان قوي جدا وبادئ من اول دقيقه في المباراه. يعني النهارده كابتن حضراتكم طبعا اتكلمتوا بالتفاصيل، لكن انا عايز اعكس ده على يعني شوف ده الدقيقه كانت لسه الدقيقه 2، فريق الكره دلوقتي في حاله عدم حيازه الكره مع فاركو، شوف كام لاعب بيضغط ضغط عالي، مظبوط ضغط عالي باربعه خمسه. لا نقف لان الهجمه من قبل كده يا كابتن، عايزين نعد عدد اللعيبه والمساحات ما بينهم كان شكلها عامل ازاي هنا. شوف يا كابتن شريف حضرتك دايما بتتكلم برضو مع الكباتن كابتن عادل كابتن بلال كابتن اسامه على الضغط العالي الشرس، بس هنا بص كام لاعب يا كابتن، يعني هنا بقى الحاجه الملفته قوي للانتباه ان عدد لاعبين النادي الاهلي في مكان بالظبط 7 لعيبه 7 8 لعيبه في حته صغيره جدا قريبين مع بعض قافلين المساحات. دايما كنا بنشوف الضغط العالي الشرس الاهلي ب3 لاعبين او 4 لاعبين، ولكن مش بالشكل في تكتل كبير كده، يعني الكومباكت بشكل يعني يعتبر وحده واحده بالظبط. الاسترجاع الكره على طول النادي الاهلي مميز فيها ومن افضل الارقام زي ما عرضنا في الدوري العام او حتى في افريقيا، في فرق افريقيا كلها في البور ريكفري اللي هو الكاونتر بريسنج اللي هو استرجاع الكره الضغط ده العكسي. الضغط ده اصفر عن هدف، مظبوط، ده بدايه الشوط. نفس الكلام، شوف ضغط عالي دايما احنا بنتكلم برضو النهارده كان في امثله كبيره جدا كتيره جدا للضغط النادي الاهلي زي ما بنقول ب5 6 7 لعيبه في منطقه واحده واسترجاع الكره وهكذا. هنتكلم بس على كورتين، احنا بنتكلم اخر 3 مباريات ان الاهلي بدا يلعب الاختراقات في العمق، وده تقريبا واضح ان مارسيل كولر بدا ان هو يعني خلاص الاطراف لا عايزين ننوع ده بالظبط، حضراتكم اتكلمتم بشكل كبير. شفنا لو نكمل بقى نعدي خلاص الصوره ديت او الحاله ديت، الشبات اللي بتتلعب اللونج بول في العمق يا كابتن يعني اتكررت كتير جدا، دي واحده كانت لوسام طبعا اكرم استعجل فيها، واللي بيكمل لعيبه بنص الملعب مظبوط تعمل اختراقات مظبوط، فده اللي شفناه بشكل كبير جدا، الاعتماد ان هو يقلب اكرم في الحاله دي ب8 وان هو يخش في العمق بس، يعني شيء يعني اتكررت كتير جدا. نفس الكلام حسين بيمسك الكره كابتن بيروح داخل انسايدر على جوه، نعمل نفس الكلام اللونج بول نتكلم عليه في العمق. هي دي بس العنوانين اللي انا حبيت اتكلم عليهم النهارده، يعني تكمله لحديث حضراتكم يعني في الجزء الفني بقى مع حضراتكم تفسروه، فده بس حبينا نتكلم عليه بشكل يعني بيترجم الارقام اللي عرضناها والاختراقات ازاي كانت من الاطراف ثم بدا يلجا للاختراقات من العمق بالشكل اللي احنا شفناه ده. ده بشكل عام كده، يعني كل التوفيق بقى للنادي الاهلي في المباراه الطحن اللي جايه ديت، وكل التركيز لان المباراه كلها مباراه كؤوس اكيد يعني. شكرا.